اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي ارقام واسواق. نستعرض مع حضراتكم اداء البورصة المصرية واسواق الامارات والسعودية والكويت والسلع. والبداية بابرز العناوين. اسواق المال العربية تواصل خسائرها متأثرة بهبوط الاسواق العالمية. برجيل الإماراتية تستخدم عوائد الطرح للتوسع في الإمارات وعمان والسعودية. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل. أهلا بكم من جديد. والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 824 مليون جنيه فاصل 309 ألف. هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 0.82% ليغلق عند مستوى 9867 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.44% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة. انخفض أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة. أما على الصعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة العربية بوليفارا الغزل والنسيج نسبة بلغت 4.95% ليغلق عند 3.18 جنيهات. يلي سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية نسبة 4.47% ليغلق عند 8.65 جنيهات. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية بنسبة 2.86% ليغلق عند 3.95 جنيهات. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة المهندس للتأمين بنسبة 20% ليغلق عند 10.80 جنيهات. وننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة بلغت 0.81% عند مستوى 9716 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.218 مليار. من أصل 57 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة بينما انخفضت أسهم 36 شركة وبقت 10 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة حياة للتأمين بنسبة 11% ليغلق عند 1.11 درهم. ارتفع سهم مجموعة أرام بنسبة 10.55% ليغلق عند 2.62 درهم. أغلق سهم شركة برجيل القابضة مرتفعا في ثاني أيام تداوله بنسبة 9.52% ليغلق عند 2.53 درهم. بينما انخفض سهم شركة إيزيليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 9.96% ليغلق عند 36.88 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام متراجعاً أيضاً بنسبة بلغت 0.52% عند مستوى 3321 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 249 مليون درهم. من أصل 36 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات بينما انخفضت أسهم 20 شركة وبقت 6 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة PHM كابيتال للخدمات المالية بنسبة 14.43% ليغلق عند 1.11 درهم. ارتفع أيضا سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.97% ليغلق عند 0.37 درهم. أيضا ارتفع سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 1.90% ليغلق عند 0.85 درهم.
إنما أغلق سهم شركة الفردوس القابضة منخفضا بنسبة 9.69 عند 0.14 درهم. على مسار تكامل الأسواق العربية، قال مؤسس ورئيس شركة برجيل القابضة شمشير فايلال إن الشركة ستستخدم العوائد الإجمالية من طرح أسهمها في سوق أبوظبي لنحو مزيد من التوسع في دولة الإمارات وسلطنة عمان، إضافة إلى دخول سوق المملكة العربية السعودية. أضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات إن برجيل تعتزم استخدام صافي عائدات الطرح لتعزيز استقرار الميزانية العمومية وتنفيذ استراتيجية الشركة للنمو. حققت عملية طرح برجيل عائدات إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم مقابل طرح 11% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السودانية إن عائدات الذهب للنصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 1.31 مليار دولار. اشترت الإمارات كل الذهب السوداني الذي تم تصديره خلال الفترة من يناير إلى يونيو وفقاً لبنك السودان المركزية. بلغت الكميات التي اشترتها الإمارات حوالي 21,832 كيلوغراماً من الذهب الخالص. وفي سياق آخر، أعلنت حكومة مصر والإمارات عن إقامة احتفالية بعنوان مصر والإمارات قلب واحد، وذلك للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر أكتوبر الجاري. من المقرر إبراز العديد من أوجه التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف النواحي خلال هذه الاحتفالية. من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية حريصة من خلال هذه الاحتفالية على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات وإبراز مدى التميز والخصوصية التي تجمع البلدين. بينما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن اجتماع مجلس الوزراء استعراض العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة المستقرة خلال 50 عاماً، ووجه بتنظيم احتفاليات خاصة احتفالاً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية وأسواق المال الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية، البورصة المصرية شهدت اليوم انخفاضات جماعية، ما تحليل حضرتك لأداء الجلسة وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ طبعا خلال جلسة اليوم كانت ابتدت المؤشرات في المنطقة الخضراء ثم انتقلت تدريجيا إلى المنطقة الحمراء بدءا بالمؤشر 30 انتهاءا بالمؤشر 70. نعم. طبعا احنا عارفين أن قيمة التداول في الجلسات الحالية هي قيم تداول بالكاد تصل للمليار جنيه، وده بيرجع لفيه نوع من الترقب الحازم من قبل فئات المتعاملين. المؤسسات المالية المحلية والأجنبية بتتجه إلى الترقب لأن منتظرين طبعا بيانات التضخم الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع وما يتعلق برفع أسعار الفايدة، وشفنا كمان أن في تحركات سلبية في مختلف الأسواق العالمية، فطبعا تأثرت استثمارات العرب والأجانب والمؤسسات في البورصة المصرية مما دعا كافة المؤشرات إلى الانتقال للمنطقة الحمراء. طبعا شفنا المؤشر 30 عمل انخفاض 75% وتقدر ب 74 نقطة، هو قفل في تحت 9800 نقطة. وطبعا احنا شفنا في الفترة اللي فاتت ان هو بقاله فترة عمال بيكسر منطقة الدعم وبيتداول ادناها، يحاول يرتفع اعلاها ثم يعاود تاني الانخفاض ادناها. شايفين ان المؤسسات كل تحركاتها هي تحركات بس في البنك التجاري الدولي، بنشوف في جلسة نهاية الاسبوع بيبتدي البنك التجاري الدولي يرتفع فبيصعد المؤشر الى 10,000 نقطة، وطالما المؤشر بيرتفع بالعنوة ده معناه ان في ضعف داخلي يتعلق بتداولات الاسهم، ودايما الاسهم اللي متواجده في المؤشر 30 بتبقى مستنيه اخبار تتعلق بنتائج الاعمال، اخبار تتعلق بصفقات الاستحواذ، اخبار بتتعلق بشراء اسهم خزانه، اخبار اخرى تتعلق بتاثير مدخل من مدخلات الانتاج ارتفاع او انخفاض سعره على نتائج الاعمال، وده كله هو اللي بيخلي وجهه نظر المؤسسات
بتبقى نوعا ما مترقبة في السوق. نعم أستاذة حنان، المستثمرون في مصر حائرون، السوق إلى أين؟ طبعا هو واضح بالنسبة لهم جدا جدا ان في الفترة القادمة يعني مضاربة قوية جدا على صحيح. الدولار، فطبعا المضاربين بيخرجوا من السوق لانه بيبقى تحركاته ضئيله وبيتجهوا الى المضاربه في العمله. ممكن تاني يعودوا الرجوع للسوق لو في اخبار ايجابيه، ولكن وجهه النظر العامه في الوقت الحالي هو الترقب الحذر. طبعا مش عارفين السوق واصل لغايه فين، لان كل ما بنيجي نبني فكره ان السوق ممكن يتحرك ويبتدي ان هو يحقق نتائج ايجابيه ويستمر الى يعني نقطه المقاومه، بنلاقيه في خلال جلسات الاسبوع ابتدى ان هو ينخفض تدريجيا. طبعا عارفين الازمات الجيوسياسيه المحيطه بالبورصات، وما كل ما بيبتدي تصعيد تلاقي البورصات على انخفاض، يبتدي الكلام على موضوع التضخم ورفع اسعار الفايده، نبتدي نشوف السوق على انخفاض. طبعا التذبذب وعدم استقرار سعر الصرف وبعض المجريات الاقتصاديه اللي لسه الناس ما اطمنتش من خلالها بتخلي التداول في البورصه نوعا ما هو تداول حذر. انما لو ابتدينا نضخ سيوله مؤسسيه داخل البورصه، نهتم بنلغي مثلا ضريبه الارباح الراسماليه وده الطلب اصبح حتمي، نبتدي ان احنا ان الشركات توزع ارباح، ولو وزعت ارباح يبتدي يتعامل المساهم على انه مستثمر طويل الاجل. كل دي لو احنا اتبعناها في البورصه ممكن يبتدي يبقى طريق واضح بالنسبه للمتعامل، ويبتدي ان هو يجذب استثمارات جديده، لان شفنا في ظل تضخم الفائده البنكيه تتحول الى فائده سالبه وليست فائده موجبه. نعم، ننتقل لاسواق المال الاماراتيه والتي سيطر عليها اللون الاحمر. ما تقييمك ايضا لسوق ابو ظبي المالي؟ احنا الاول بس عايزين نهني مصر ودوله الامارات أكيد. ب50 سنه من صحيح. العلاقات القويه اللي فيها اهتمام من الشعبين. طبعا بنهني رئيس الدولتين وبنهني الحكومه والشعب، وبنتمنى المزيد من التفاهم والمزيد من التعاون الاقتصادي والاعلامي والاستثماري وعلى والثقافي والاجتماعي وكل على مستوى المجالات. بالنسبه بقى لاسواق المال النهارده، طبعا اسواق المال في الامارات تاثرت بالمخاوف من التضخم وبياناتها اللي هتصدر في اخر الاسبوع، وتوقعات طبعا السياسات المتشدده من قبل الفدرال الامريكي مما يدعي لرفع اسعار الفايده، فتتجه معظم الدول الخليجيه لرفع اسعار الفايده بسبب ارتفاع ارتباط الدولار بالنفط وارتباط النفط بالدولار. طبعا شفنا في خلال الفتره اللي فاتت اوبك بلس خلال اجتماعها خفض الانتاج ب 2 مليون برميل، ولكن كان تاثيره على اسعار النفط هو تاثير محدود للغايه بسبب طبعا مشكله الدولار والنفط، وكل ما بيرتفع الدولار بينخفض النفط لان بيبقى تسعير قيمه الشراء النفط عالي جدا بالنسبه للدولار. بالنسبه للسوق ابو ظبي زي ما حضرتك ذكرتي النهارده في انخفاض بنسبه 81%، هو طبعا وصل لمستوى 9716 نقطه، احنا كان عندنا مستهدف 10000 نقطه ولكن بقى لنا فتره بنحقق انخفاضات. قيمه التداول النهارده تعتبر نوعا ما متوسطه 1.21 مليار درهم بحجم تداول 217 مليون سهم. طبعا حضرتك برضو كنت ذكرتي في خلال التقرير ان كان في سهم حياه للتامين عامل اعلى ارتفاع 11%، وايزي ليس الاكثر انخفاضا وعامل 9.96%. وطبعا في خلال التداولات كان في الاهتمام بسهم برجيل اللي هو بيرتفع للجلسه الثانيه على التوالي ب 10% اللي حقق خلال جلستين 26% في الارتفاع. وشفنا النهارده في خلال التعاملات ان كان في استحواذ من قبل المستثمرين الاجانب على جانب المشتريات، هم عاملين فرق شراء 101.57 مليون درهم وباقي المتعاملين على مبيعات. بالنسبه لسوق ابو ظبي انا متوقعه في الفتره القادمه بسبب البيانات اللي تتعلق بمعادله النمو اللي متعلقه بدوله الامارات ونمو القطاع الغير النفطي ان هو هيعاود الارتفاع مره اخرى، وبسبب تعاملات الاجانب وبان التضخم في منطقه الشرق الاوسط اقل من التضخم المتواجد حوالين العالم، فهتضخ سيوله قويه تبتدي ترجع المؤشرات
الى المنطقه الخضراء تدريجيا، ولكن هنتخطى بس لفتره نهايه الاسبوع بيانات التضخم الامريكيه، فهيفضل السوق على مناطق يعني مشتريات منتقاه على العديد من الاسهم. وطبعا شفنا في خلال جلسه اليوم كان في الاعلان عن صفقه للعالميه القبضه فيما يتعلق باستثمار في مجال في سهم لولو كولومبيا المالك الاول لبنك كولومبيا الرقمي. نعم. اللي بيقدر عملائه ب 120 الف مستخدم، وكانت صفقه عباره عن شراء ل 49 9.99% صحيح بقدرها 734 مليون درهم، وده الاستحواذ تقريبا الرابع يعني السوق الرابع اللي بتفتح بيه الشركه العالميه القابضه استثماراتها بعد المملكه المتحده والهند وتركيا، وده هيعزز من قيمه ارتفاع الارباح بالنسبه للشركه اللي قدرت خلال استحواذاتها السابقه ان تعلب ارباحها بنسبه 85% ومستهدف الوصول الى اكثر من 100% الفتره القادمه. نعم، صندوق النقد خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل وحذر بان الأسوأ لم ياتي بعد، وان اقتصادات الخليج العربي تسير عكس الركود والتضخم. هل تتفق استاذ حنان مع تلك التوقعات وما رؤيتك لها ايضا؟ طبعا اتفق معها اتفاقا يعني جمله وتفصيلا. هو شايف ان منطقه الشرق الاوسط هي هتبقى المنطقه الاكثر امانا، وخصوصا منطقه الخليج بسبب العديد من العوامل. طبعا احنا عارفين ان في الفتره القادمه استضافه الحدث الاعظم والاكبر وهو المونديال كاس العالم في قطر، وهتستفاد منه ليست قطر بس ولكن كل المنطقه يعني دول المنطقه الخليجيه. وشايفين كمان نمو في العديد من القطاعات، عندنا نمو جيد في قطاع الطيران، عندنا نمو جيد في قطاع السياحه، عندنا نمو جيد في قطاع النفط، عندنا نمو قوي في المجال الصحي، وشايفين استثمارات اجنبيه بتتدفق الى منطقه الخليج للهروب من ازمه التضخم المتواجده في اسواق العالم. طبعا صندوق النقد الدولي خاص دوله الامارات بارتفاع نسبه النمو 5.1 في عام 2022، وكان متوقع في توقعاته السابقه 4.2 في ابريل السابق، هو رفع من توقعاته. طبعا التوقعات دي مبنيه على العديد من العوامل اللي هي تتعلق بنمو الناتج المحلي الاجمالي، نمو الايرادات، نمو مصاريف التشغيل، فكل دي عباره عن بنود بتحقق معدلات نمو اقتصادي قوي وبتعزز من تلك المعاملات. طبعا هو توقع العديد من الارتفاعات للنمو في منطقه الخليج، حتى انه خاص المملكه العربيه السعوديه بتوقع نمو 7.6% في عام 2022، وكمان اشار الى ان دوله الكويت يبقى فيها ارتفاع ب 8.7% برضه في سنه 2022، فهي توقعات ايجابيه. التوقعات الايجابيه دي تفيد في جذب الاستثمارات الاجنبيه وتوجه النظر الى الفرص المتاحه للاستثمار في منطقه الخليج وخاصه في دوله الامارات العربيه الشقيقه. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال لمشاركتها معنا اليوم. على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاس تداولات اليوم على انخفاض طفيف بنسبة 0.14% عند مستوى 11530 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال فاصل 412 مليون. وجاء سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9% ليغلق عند 32 ريالا. تلا سهم شركة الخليج للتأمين بنسبة 7.39 ليغلق عند 27.60 ريالا. ارتفع أيضا سهم شركة أيان للاستثمار بنسبة 4.67 عند 18.38 ريالا. إنما تصدر سهم شركة مجموعة الحقير قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 6.30 عند 20.22 ريالا.
على صعيد التروحات تدرس مجموعة مغربي السعودية المتخصصة في مجال البصريات في الشرق الأوسط طرحا عاما أوليا لوحدة المستشفيات التابعة لها في السعودية في أقرب وقت ممكن العام المقبل. بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج، طلبت الشركة العائلية من البنوك أن تتقدم للحصول على دور في الاكتتاب العام المرتقب في سوق الأسهم السعودية. أقالت بلومبرج إن الطرح في البورصة قد يؤدي إلى جمع الشركة نحو 200 مليون دولار. أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا بنسبة 0.81% عند مستوى 7894 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون دينار. وجاء سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.86% ليغلق عند دينار فاصل 12. تلا سهم شركة إجيلتي للمخازن العمومية بنسبة 3.52% ليغلق 0.67 دينار. تلا سهم شركة بنك بركان بنسبة 1.87% عند 0.21 دينار. لما تصدر سهم شركة طيران الجزيرة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.26% ليغلق عند دينار فاصل 72. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية والمعادن النفيسة. أهبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.61% ليتراجع سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 94.62 دولار للبرميل الواحد. انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء قصت مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الخام مع تصاعد إصابات كوفيد-19 في الصين، أيضا تجديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالية. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد صعدت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليرتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.8% عند 1676 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب بعد انخفاضها بأكثر من 34 دولارا عند تسوية تعاملات أمس قصد تزايد المخاوف من احتمالية حدوث ركود اقتصادي على مستوى العالم. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جماعية اليوم وهبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.71% لتغلق فوق مستوى 19000 دولارا. تواصل البيتكوين تراجعها تأثرا بتقرير الوظائف الأمريكية الشهرية القوي الذي يشير إلى استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياستها التجديدية. على صعيد مستجدات الأسواق العالمية خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% العام المقبل بمقدار أقل من توقعاته في شهر يوليو. أقل الصندوق في تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي إن هذا أضعف معدل نمو منذ عام 2001، فيما ظل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ثابتة عند 3.2% بانخفاض 6% عن العام الماضي. أقال الصندوق إن الأسوأ لم يأتي بعد وكثير من الناس سيشعرون العام المقبل بالركود، مرددا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين. وعلى مستوى الخليج تتجه المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دولة مجموعة العشرين في العام الحالي بواقع 7.6%. بحسب الصندوق فمن المتوقع نمو الاقتصاد أو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% وعمان بنسبة 4.4% أقل من قطر والبحرين بنسبة 3.4%.
وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء. برنامج برعاية شبكة رؤيا الإخبارية.